لا شك أن الاعتداء في التكفير، وأنا أحب هذا التعبير، لا نقول التكفير وإنما نقول إن الاعتداء في التكفير مصيبة عظمى وبلية كبرى، فإن التساهل في التكفير يجر على العبد البلاء، فمن قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والتكفير حكم لله عز وجل، حق لله عز وجل، وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يكفر إلا من كفره الله عز وجل أو كفره رسوله صلى الله عليه وسلم. وحتى تنجو من الاعتداء في التكفير فعليك بأمور: الأمر الأول أن تتعلم عقيدة السلف، وأن تعرف عقيدة السلف، وأن تكون على عقيدة السلف، فإن عقيدة السلف فيها الحرز من هذه المصيبة، من مصيبة التكفير. ومنها أن تتخذ الطرق الصحيحة إذا بلغك عن مسلم أنه فعل مكفراً، وذلك في نقاط: النقطة الأولى، إذا بلغك عن مسلم أنه قال كفراً أو فعل كفراً، فعليك من أن تتثبت هل فعل أو قال، فإن الناس اليوم يتساهلون في الأخبار، وقد يكذبون على بعض عباد الله، لأن بعض الجماعات بل كثير من الجماعات المتطرفة المنحرفة تدين الله بالكذب على من يخالفها، ويقولون إنه كذب من أجل مصلحة الدعوة، فيكذبون على الحكام ويجعلون أخطاءهم خطايا، فلا بد من التثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وفي قراءة فتبينوا. إذا تثبتنا وبحثنا فلا يخلو الأمر من أن نصل إلى ثلاثة أمور: إما أن يثبت عندنا أنه قال أو فعل، وإما أن يثبت عندنا أنه لم يقل ولم يفعل، وإما أن نشك، لا ندري، نشك، لم يثبت هذا ولا هذا. فإن ثبت أنه قال أو فعل ننتقل إلى النقطة الثانية، وإن ثبت أنه لم يقل ولم يفعل حمدنا الله أن الله سلم مسلما من الكفر. وهذه هي عقيدة المسلم النقي، يحب للناس أن يبقوا على دين الله، ويفرح إذا بقي مسلم على دين الله سبحانه وتعالى، ليس همه التكفير، وإنما يحب أن يكثر عباد الله سبحانه وتعالى. وإذا شككنا، فالقاعدة عند أهل العلم أنه عند الشك يرجع إلى الأصل، والأصل أنه مسلم، فيجب أن نرجع إلى أنه مسلم وننفي عنه فعل الكفر أو قول الكفر. النقطة الثانية: إذا ثبت أنه قال أو فعل فيجب أن نتثبت هل هذا القول أو الفعل كفر حقاً؟ فليس كل ما قال الناس إنه كفر هو كفر في الحكم. النقطة الثالثة: أن نفرق بين الفعل والفاعل، فليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، وليس كل من قال كفرا يكون كافرا.
وهذا ما يسمى عند أهل العلم بتكفير المعين. ولذلك يا إخوة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا أسرف على نفسه، فلما حضرته الوفاة قال لأبنائه: إن أنا مت فحرقوني ثم دقوني ثم ذروني في الهواء، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. كأنه هنا يا إخوة ظن أنهم إذا حرقوه ودقوه ونثروه أن الله لا يقدر على جمعه، وهذا لا شك أنه كفر. إذا اعتقد الإنسان أن الله لا يقدر على أن يجمع الأجزاء المتفرقة فهذا كفر. فبعثه الله عز وجل فسأله فقال: خوفك يا ربي الذي جعلني أقول هذا خوفك يا ربي؟ قال: فغفر له فأدخله الجنة. إذن أيها الإخوة، ليس كل من فعل كفرا يكون كافرا، بل لا بد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع. ثم مع هذا كله نقول إن الحكم بالتكفير ليس لأفراد الناس وليس للمجاهيل، ليس للذين يكتبون في الإنترنت، وإنما التكفير للقضاة والعلماء الربانيين أهل البصيرة، لأن هذا الأمر من الأشياء التي تسبب الخوف، ولأن انتفاءه يسبب الأمن، وهو موضوع خطير وأمر كبير. والله عز وجل وصف المنافقين بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فصفة المؤمنين أنهم في مثل هذه القضايا يردون الحكم إلى العلماء بالسنة، العلماء الربانيين، وعنهم يصدرون. وإذا رأيت الرجل مولعا بالتكفير حريصا على التكفير فاعلم أنه على طريق ضلالة. التكفير الذي ورد في الكتاب والسنة وفهمه العلماء المرجع فيه إلى العلماء، والحرص على تكفير الناس وعلى إلحاق الناس بالكفر ووصف الناس بالكفر هذا دليل على الانحراف في الفكر. فأسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم سواء السبيل.